كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقدم رئيس مجلس الوزراء في برقية تهنئة بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام. وعهد مدبولي في برقيته الرئيس على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي في أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينعم وطننا العظيم بالخير والتقدم والازدهار.